الكويز. خذ محضر درسك ذا اللي جايني. محضر درس نوم في الكويز. شكون تعتبر اليوم احسن لاعب تونسي اد؟ اليوم احسن لاعب تونسي خلنا مش برشا في بالي محضر انا لاعب. ليه ولا مني محضر بالحق لاعب تونسي ولا حضرت كان ليكيب تيب لاعب تونسي بون اسمه اي عاد غيلان. غيلان الشعلال احسن لاعب تونسي في تونس بيان سو من لاعب تونسي فرنساوي ليه يلعب في تونس تو تحب حط البلد ما يسالش قلت تونسي عنده جنسيه تونسيه يعني. ساعدوا غيلان واحد برك اختار واحد اي حكيت مع سعد سعد ما حبش يبيعك خاطر ما حبش يبيعني خاطر احسن لاعب في تاريخ تونس في تاريخ تونس نقولوا اللي خلط عليهم انت ولو ان قلتي مش مغلوم برشا بالكور اللي خلط عليهم انا خلنا مش برشا عاد عشان عندنا وقت يوسف يوسف المساكن وي لاعب تشوفه قادر ينجح في الاحتراف في بطولة تونس مش يحترف في تونس؟ بيحترف في اوروبا فادك معاك محمد علي برمضان محمد علي برمضان شكون اللاعب تشيخ كي تلعب معه؟ سعد سعد بجيب شيخك باسيت ودنيا يبدا يواكوك في تيان ياسر شو يعمل شو يعمل؟ يواكوك مو يتكلم ابدا ينغنغ قولوا نحن ساعه نمشي منا ولا منا ينغنغ يعمل لك هكا باهي شكون اللاعب تتقلق تلعب معه؟ شنو نتقلق؟ تتقلق يحكي برشا ما نعرفش حاجة هكا. لا وانا ما فهمتش شكون يحكي. تي عادنا جاوبني. والله يوسف ما كلمونيش ما نحكي معاه. في التيران ما نتكلم مع حد. ما فماش لاعب يتقلق ما تفهموش نقول في التيران. ما تفهموش. جور لعبت معاه بيقلق منه. شكون شكون شكون؟ تخمم برشا. والله لا نتقلق من حد. حد. والله لا والله لا نتقلق. باين زابيو نعطيك جوكير في هذا. شكون لاعب بزنس؟ بزنس عليه برشا معجبات بزنس معناها معجب عنده برشا معجبات ما نقولوا انت ولا يا ودي سالني عني دخلني والله جمله ما عنديش حكيت اي شكون عنده خلاص طفلت استرجي قبل غيلان غيلان لاعب ماست تحس مس غيلان واحد ماست اي شكون ماست خميسي ماسة تحس ويضحك واحد من ملاعب يخدم اه عمر زكري نلعب معه تو يخدم برشا ملاعب يكركر بالعكس تو بيان سيغ مش انا شكون ملاعب يكركر ما يحبش لونترينمون قالك تحس وتراه اي تراه ترقد غايلة كلهم غايلين وحدهم فيه باهي شكون المدافع تقرا له حساب يقلقك مدافع مرياح ياسين مرياح تحس من خاطر تحس من يتفرجوا فينا الكل سميتهم لا والله لا ولا غايلين يتفرج هو لا غايلين لا الاوراق غايلين باهي هدف التعادل لكلوب تريس الطبوبي في دقيقة 91 2-2 لكلوب واتحاد تطاوي باهي افضل مدرب تونسي شكون تعتبر احسن مدرب تونسي تو مش هادي كيف نفسي منظر كبير احسن مدرب لانيك ذكي وكل شيء كورة مير كانزا قديش اول سالير اخذيتها؟ اول سالير 2015 قديه 500 تبدلت ديجا في العام 500 750 مليون في عام في عام اكبر سالير هذايا ما جاوبش عليها عندي معلومة لو جاوب انت ونقول انا شكون قال لك كذبت؟ اه؟ ما قلتش صحيح شنو ما قلتش صحيح؟ احكي لي ما حكيت مع شكون ما قلتش السوم صحيح لا عندي يكون عندي السوم صحيح امبوسيبل 25 مليون نحلف والله والله لا باهي قول لي انت ما نعرفش والله لا اقل ولا اكثر ما نجمش نقول والله لا نجم اقل ولا اكثر ما نجمش والله اقل 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 باهي ماتش ما تنساهش فينال كوب خاطر بالجمهور جمهور الزوز دخلوا كل شيء انا فينال كوب فينال كوب 2017 دربي دربي علاش؟ ماركيت انا وزوج جمهور حاضرين معناتها هذا ماتش به بونتو ما تنساهش خاطر صغير وقتها وفرحت بالتيتر اكثر معناها ماتش سيابي بونتو الثاني مع المارس كاس العاب تبع هذه وقت
كوب كوب تونيزي. أي. احلى بونتو ما لقيتو بونتو مزيان. بونتو مزيان ازين بونتو ما لقيتو قعدت في بالك هك وفرون في بنزرت كونتر الكلوب افريكان تفكرت فيرو قادر حسيته احلى قادر ما لقيتو فيرو اقوى ببليك بالعاطفة ولا اقوى ببليك لا قول لي بفهم بلي تحب انت بالعاطفة لا بالحقيقة بالحقيقة ما غير عاطفة بالحقيقة اي انا جبش نقول تعبتني يا اخوي تعبتني لا لا بالحقيقة انا جبش نقول وبالعاطفة جامعتي انا السيابي وبالعاطفة جامعتي السيابي ومش بالعاطفة ترجي لي قضية تونس قلت باهي اقرب جمعية في تونس حتى واحد يبدأ اقرب جمعية بار بنزرت معناها اي انا نحب السيابي سيابي بخلاف سيابي ربيع التراجي خاطر لعبت فيها كي تدخل كي تلعب في التراجي باش تحبها وانت صغير شنو جمعيت؟ انا سيابي ولدت في بنزرت تحب سيابي بركة سين حاجة فيك ما تعجبكش هذا في انا؟ ما عرفش نجم يقول واحد حال على روحه بيان سور ايه ليه تصور لعبيت ترى حاجات بيها واحد يقول انا نرفوزي واحد يقول ما عرفش مش نرفوزي المشكلة انا مو سالم مو سالم باهي احسن لاعب في العالم ميس احسن مدرب في العالم مورين وانت جاي خممت قلت زعما شنو يسالني بالطبيعه مش خممت ديجا انا ما نحبش ديجا نظر في حاجه ديجا 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 بلشتني بالسؤالات شنو باش تسالني شنو باش تسال هيك اوكي كنت ما نحبش نحكي برشا والله على خاطرك جيت يا خو بخاطرك كانت هذه لوكويز لوكويز